على الخط التنفيذي جهود حكومية حثيثة لمحاصرة ملف تجارة الإقامات وتوجيهات واضحة بمكافحة هذه الظاهرة ومحاسبة المتورطين. لذلك معنا على الهواء مباشرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح. أهلا بك. يا أهلا وسهلا، هلا أختي، ومسي عليك بالخير وعلى جميع أخواتي وأخواني المشاهدين. مساك الله بالنور. حول تجارة الإقامات وتداعياتها معالي الوزير، مخالفي قانون الإقامة في البلاد أعدادهم كبيرة. صدرت مهلة من وزارة الداخلية، شفناها في جميع وسائل الإعلام بعنوان غادر بأمان، واستفاد منها عدد من المخالفين. شنو رصدك وتقييمك لهذه التجربة، يعني عن مراكز الإيواء اللي احتوت المخالفين على مدى 3 أشهر تقريبا وعملية ترحيلهم إلى بلادهم؟ بداية مهم أن يعرف المشاهدين بأن هذه الفكرة يعني ابتدأت وقامت تتداول في وزارة الداخلية والأجهزة المعنية مثل القوى العامة إلى آخره من منتصف أو نهاية يناير، وكان هذا الحقيقة قبل وقت لا نبتلي في جائحة كورونا. وفعلا يعني عدينا العدة وجهزنا مراكز إيواء، وصلنا إلى تقريبا 39 مدرسة بس نجهزها كمراكز إيواء للمخالفين إلى أن يعني يغادروا البلاد استكمال إجراءاتهم. لكن طبعا بالتأكيد أوضاع وظروف جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات حكومية قاسية مثل فرض نوع من حظر التجول وعزل بعض المناطق اللي يعني تكثر فيها كثير من الجاليات اللي فيها مخالفين، إلا أن يعني الأعداد اللي حصلت واللي حصلنا عليها والأرقام اللي استفادت من هذه المهلة يعني كم عدد المستفيدين؟ ممكن إذا بنقول العدد. نعم، كم عدد المستفيدين من هذه المهلة؟ عفوا ما سمعت سؤال. كم عدد المستفيدين من هذه المهلة؟ من هذه المهلة هم 26,090. الحمد لله الآن حتى في ظل هالظروف وإغلاق مطارات كل الدول تقريبا الكل الآن غادر. المتبقي صباح اليوم كان 500 شخص مع مغادرين اليوم، آخر الأرقام اللي بلغت فيها وتقريبا الموجودين في مراكز اللواء 200 شخص فقط. هذا إنجاز يعني أشكر فيه أخواني في وزارة الداخلية وأخواني في القوى العاملة، وبالتأكيد هذا راح يجعلنا يعني عندما تتحسن الظروف وتفتح مطارات دول العالم كلها بشكل مريح نبتدي ونعيد الكرة في هذا في نفس التوجه هذا. طيب معالي الوزير، يعني قبل أيام الكل تابع لك تغريدة دونتها على حسابك في تويتر، واللي تكلمت فيها باختصار عن استمرار الجهود الحكومية لاستئصال المرض الخبيث المسمى بتجار الإقامات من الجسد الكويتي وضرورة مراجعة التشريعات. وين وصلت اليوم الجهود الحكومية في تفكيك وحلحلة شبكات تجار الإقامات؟ يعني أتكلم طبعا هناك جهود كثيرة، لكن أتكلم فيما يتعلق في وزارة الداخلية ومتابعة تجار الإقامات. نتج عنها تسجيل 282 قضية تعكس 417 شركة، ينتج عنها إحالة للحجز الآن في سلطات التحقيق أكثر من 526 شخص تحديدا، منهم 49 مواطن. سلطات التحقيق سواء بالإدارة العامة للتحقيق أو في النيابة العامة يقومون الآن بإجراء كل التحقيقات اللازمة لضبط ومحاسبة هؤلاء. نعم. اليوم بدنا نتكلم عن الاقتراحات الحكومية في تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة للجميع أو كل من تسول له نفسه الفساد في هذه القضية. طبعا أنا أشكر أخواننا في السلطة التشريعية على ترحيبهم لتقديم المقترحات، وسمعت هذا قبل قليل من معالي رئيس مجلس الأمة مشكورا. عندنا مشروع حكومي
جاهز الآن مشروع قانون تطوير شامل لقانون الإقامة اللي ما يركز فقط على تقليل العقوبات وإنما كذلك تطوير الإقامات للاستفادة من دول المنطقة والدول المتقدمة كذلك في طرق الإقامات اللي موجودة اللي ممكن تتاح اللي تشجع و يعني ترغب اللي احنا نرغب في وجودهم هني اللي يطورون ويساهمون البلد. فلذلك يعني اتوقع خلال الاسبوعين القادمين بحد اقصى يكون هذا المشروع وصل لمجلس الامه، ونتمنى ان اخواننا في السلطه التشريعيه كما عهدناهم ان شاء الله يعني يساعدونا في انجازه واقراره حتى نتمكن ان شاء الله معاهم متعاونين في اجتثاث هذا المرض الخبيث من الجسد الكويتي. هذا ما نتمناه. هل من الممكن يعني ان تتسع دائره الاتهامات والتحقيق فيما عرف مؤخرا يعني قضيه البنغالي؟ يعني قضية المسمى بقضية البنغالي بالتأكيد قضية مهمة فيها مظاهر فساد، هي الآن موجودة تحت سلطة النيابة ونحن نتعاون مع النيابة عندما تطلب النيابة تحريات وتتبين لها وتتكشف لها يعني أسماء وشبهات فساد إضافية، نقوم بتحرياتنا وإمدادها بكل البيانات. وبالتأكيد يعني مثل ما ذكرت في أكثر من مناسبة التوجيهات عندنا بإظهار الحقيقة كما هي، ولا يوجد يعني أي خط أحمر. كل من ساهم في هذا الوباء، كل من ساهم في هذا المرض الخبيث عليه أن يتحمل المسؤولية. لكن يعني هناك قضايا أخرى الحقيقة، مثل ما ذكرت قبل قليل أكو 282 قضية، فهناك قضايا أخرى تأخذ يعني نفس الصفة ونعطيها نفس الاهتمام. الملف هذا يجب أن يعني نتبناه بشكل عام ولا ننصرف فقط على قضية البنغالي بكل ما فيها من الأسف من أوجه ومظاهر فساد، إلا أن هذا الملف ملف تجار الإقامات يجب أن ينتهي تماما ونستأصله من الجسد الكويتي. شكرا جزيلا لك معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أنس الصالح، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.